ها سليمة، مرحبا بكم الناس الكل. ان شاء الله نهاركم زين يا ربي. اليوم جيتكم بوصفة هيلة كمقبلات مملحات للمناسبات، كسواء عيد الميلاد ولا راس العام ولا اذا كان عندكم ضيف وتحيروا شنو باش تعملوا، تحبوا هكا تعملوا حاجة مزيانة وبريزونتابل. دونك قلت اليوم باش نعملكم وصفة الجوزة المالحة، والوصفة هذه ما شاء الله برشا فيكم طلبتوها مني، خاصة بعد ما عملت لكم الجوزة الحلوة. كنت تفكروا دونك خليها لكم في صندوق الوصف، وقتها عملت لكم جوزة بالكراميل، والمرة هذه اخترت باش نعمل لكم الجوزة المالحة. وما فهمش ما اسهل منها، جست تبعوا لي زيتاب بالضبط وبقدرة ربي تجيكم جوزة مزيانة بريزونتابل، واهم من هذا الكل بنينة برشا برشا، وباش نعملوها بجوز حشوات مختلفة. دونك اقعدوا معايا وتبعوني للاخر باش تعرفوا كيفاش نحضروها. بالنسبة للمقادير متاع العجينة، باش نستحقوا 500 غرام من الفارينة، يعني ارطاي الفارينة عليه 250 غرام من الزبدة تكون على درجة حرارة الغرفة، يعني تكون طرية على الاخر. بالنسبة لكمية الزبدة لازم ديما تكون شطر كمية الفارينة، نقولوا مثلا تستعملوا 400 غرام تاخذوا شطرها زبدة 200 غرام، وهكاك عليهم كعبتين عظم كاملين، مغرفة صغيرة متاع خميرة مرتبات باش تجينا الجوزة هشوشة، مغرفة صغيرة من الملح، وباش نعطيه لون مزيان للجوزة باش نستعمل شوية من الكركم، كوس سواء شطر مغرفة صغيرة ولا مغرفة صغيرة احنا ولا عجينة. باش نقسم العجينة على اثنين، واحدة باش نعملها بيضة والاخرى باش نعملها على الاصفر شوية. وللتنكيه وباش يعطي منظر مزيان هو المعدنوس، خديت كمية قصيتها هكا جويدة على الاخر، وبالطبيعة نضيفوها من بعد للعجينة. وتوا يجي نوريكم طريقة التحضير. يلا نبدأ بسم الله. باش نبدأ نغربل الفارينة الكل، لازم نغربلوها مليح باش ما تقعدش فيها الكعابر. نضيف عليها مغرفة صغيرة متاع خميرة مرطبات، ونضيفو بالطبيعة الملح، نخلطهم هكا مع بعضهم. وباش نضيف لها كمية الزبدة الكل لازمها تكون طرية هكا، ريتو قداش طرية تكون بالطريقة هي. وباش نخدمو الخدمة الكل هكا بيدينا، ندخلو الزبدة مع الفارينة، لازمنا نرملوها مليح هكا، لازم الفارينة الكل يبدأ فيها الزبدة. ترى من بعد كيفاش ترمل تولي تقوش عليها كيما الرمل بالضبط، هكا بين يديكم تحلوك الزبدة مع الفارينة سهلة على الاخر. وتوا بعد ما ندخلهم هكايا في بعضهم، نبدا هكا بيدي نعمل بالطريقة هذه، ريتو ها باش هكا الزبدة هذيك الكل تدخل مع الفارينة هكا من غير عجنين بالطبيعة، جست هكايا وكها ها. توا ناخو كعبتين العظم فقستهم، نخدمهم هكا جست شوية باش يتحلو، ومن بعد نضيفهم للخليط هكايا، ما نركدوهمش برشا، جست هكا باش يتحلو وكها، باش يدخل الابيض مع الاصفر، والعظم هو اللي باش نلمو بيه العجينة الكل. بسم الله. وكالعادة نرجعو نلمو كل شي بيدينا هكا، العجينة تتراو بشوية بشوية تتلم معاكم. وفي المرحلة هذه باش نضيف لها من المعدنوس، نحط المرلولة هكي شوية ومن بعد نشوف إذا كان نستحق أكثر نزيد. وتوا شنو نعملو، نلم ولمين فقط هكا بترتش صوابعنا أكهو، حتى كش لينك العجينة هذيك الكل تتلم بعضها، ما نعجنوش سينو راهي ولينا خبز. هذه راهي عبارة على بات بغيزي، دونك جست نعملو هكا وكها نلم ولمين، ديجا هي اوتوماتيك ما تتلم معاكم. باش نكمل نضيف لها الطرف الاخر نتاع المعدنوس، نحب فيها اكثر شويه معدنوس، ونلمو كل شيء مع بعضه هكا بترتش صوابعنا هكا. توا شوفوا شنو باش نعملها، ما نعجنوش، جست هكا
بالطرف نتاع يدينا بالكف نتاع يدينا نعملها هكا 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 وكها باش تولينا رطبه ومتماسكه وحلوه. وتوا خديت شطر من العجينه باش نعملها لونها مستصفر، دونك باش نحط فيها شويه من الكركم هكا ونخلطها الكل مع بعضها هكايا حتى يكشلون يدخل فيها ويعطيها اللون المزين. دونك وحده باش نخليوها بيضه والاخرى باش نعملوها صفراء. وتوا بعد ما كملت حضرتهم كعبرتهم بالطريقه هذه، وكل وحده حطيت لها بابي سيلوفان وحدها باش نغطي عليهم مليح مليح هكا، ما نخليش حتى طرف ما نغطيهوش سينو راهي تشيحنا هكا. هذه الكعيبه الاولى وهذه الكعيبه الثانيه. وتوا شنو باش نعملو لهم؟ باش نهز نحطوهم في الفرجيدير نخليهم يرتاحوا شويه نصيف ساعه حتى كشلين تزيد تماسك الزبده، ومن بعد نبداو نحضروا فيهم. وتوا بعد ما بردوا وتماسكوا بالكدي جيتوني توا عملت قاعده، خاطر كيما تعرفوا الجوزه راهي تشد اليدين ويزمها شويه هكا وصعبين. دونك جبت بحذيه الميزان وبديت نقيس فيهم بالكعبه بالكعبه ونكعبرهم مليح مليح. به انا مثلا الماكينه نتاع الجوزه نتاعي كل كعبه تهز لي 7 غرامات، دونك قستهم 7 غرامات وانتم والماكينه نتاعكم. وكي تجيو تكعبروهم كعبروهم مليح مليح، ما تخليوش فيهم التشققات سينو راهم من بعد حتى كيف يتيبوا ما يتيبلكمش مزيانين، يعني يجيكم فيهم هكا تشققات من الفوق. دونك هكا كعبروهم بالباهي ووسعوا بالكم خاطر تشد شويه وقت، وما شاء الله النتيجه بقدره ربي تكون ياسر ياسر مزيانه. كيما تراو حطيت البيض على جنب وحطيت زاده اصفر على جنب وكملتهم الكل بنفس الطريقه. وهذه الطبق متاعنا بعد ما كملت حضرتهم كعبرتهم مليح مليح، حطيت من هنا هذوما البيض ومن هنا الصفر اللي بالكركم. وتوا باش نبداو نحضروهم ونطيبوهم. بالنسبه للماكينه اللي باش نستعملها هي الماكينه هذه اللي على الغاز متاع الجوزه المتعارف عليها، تنجموا تستعملوا هذه والا تستعملوا الالكتريك اذا كان متوفر عندكم، لكن انا الحقيقه تعجبني هذه اكثر ما نعرفش علاش ياسر طلع هكا الكعبه مزينه وحلوه. وقبل ما تبداو تستعملوا فيها جوست هكا امسحوها بشويه زيت، يعني جوست ممبا تمسحوها مسحان وكها وكل الحفر وكل وبكلها تمسحوها بشويه زيت، خليوها تسخن شويه ومن بعد نحطوا الكعبات نتاعنا. وبالنسبه للزيت جوست نحطوه من الاولى كهورا، من بعد تخليوها عادي ما يصير لهم حتى شيء، الكعبات ما يلصقوش ويطلعوا لكم ما شاء الله. يلا توا نبداو نطيبوا بالكعبه بالكعبه. يلا بسم الله. وبالنسبه للغاز ما تخليوهوش عالي برشا، خليوها على نار هاديه، وديما الكعابر نتاعكم اعملوهم بالضبط على قد القالب نتاعكم خاطر كل وحده كيفاش. وتوا ديريكتومون بعد ما نحطهم نهبط عليهم بسم الله، ننزل عليهم هكايا بشويه بشويه ديما على نار هاديه، ومن بعد نسيب ونخليها تيب في عقل عقلها، وفي كل مره نقلبها ما تقعدوش تنزلوا عليها على طول، راه ديجا هي السوفي تعملوا المره الاولى من بعد تاخذ الفورم نتاعها. يلا بسم الله خنحل عليها ونوريكم كيفاش طلعت، ريتهم ما شاء الله ياسر محليهم. باش نخليهم جوست هكا دوبه شويه اكهاو يحمروا ومن بعد نوريكم كيفاش نحيهم. وتوا شنو اللي نعمل؟ ناخذ سكينه كيما هكايا ونبدا نحيهم بالكعبه بالكعبه هكا بشويه بشويه، ديجا يطلعوا معكم بسهوله ها ريتو، ومن داخل لازمهم يكونوا طيبين بالكدا. بعد ما نحيت الاولانيين نظفتها هكايا شويه ونكمل نحط الكعبات الاخرين، وباش نكملهم الكل هكاكا بنفس الطريقه. هذوما كعبات الجوزة اللي خليتهم بيض بعد ما تابوا كما تراو ما شاء الله. وتوا شنو باش نعملو لهم؟ باش نستويوهم. وهذوما اصفر، خليني نوريهم لكم زيدا اللي عملناهم بالكركم، ما شاء الله جاو لونهم ياسر ياسر مزيان ريتو. وتوا شوفوا شنو باش نعمل بالضبط، خليت كيما هكايا كيما صافيه وناخذ الكعبه هكايا وباش نبدا نبرشها بالطريقه هذه ونستويها.
احسن من اللي تعملوها بالسكينه، خاطر بالسكينه في ساعه في ساعه تتكسر وتتهلك الكعبه، دونك هكيه تكون اسهل برشا واحسن. نجيكم مستويه ومرتوبه فوالا. وهذه الكعبه كيفاش تطلع معنا، وباش نكملهم الكل بنفس الطريقه. وبالنسبه للكعبات وقت اللي تجيو هكيه باش تستويوهم، خليهم يبردوا كومبليتمون ومن بعد رجلوهم، سينو راهو يتفتفتوا ويتهلكوا. نجيو توا باش نحضروا النوع الاولاني اللي باش تكون بالطن. دونك جبت لهنا الكعبات هذوما اصفر، جبت بحذية جبن، تختاروا اي جبن اتختيني تحبوا تستعملوه. انا اخترت هذه الفيلادلفيا اللي يكون فاوح فيه ديجا احشيش كيما الكليل والزعتر، تجي حاجه بينا برشا. جبت لهنا الطن، شويه كبار، شويه معدنوس، شويه زيتون، وشويه طماطم هذه الصفراء. حبيت النوع، قلت الاخرين نعملهم بطماطم حمراء وهذوما نعملهم بطماطم الصفراء. وتوا شوفوا شنو باش نعمل بالضبط. ناخذ هكا بالكعبه بالكعبه، نشوفهم هكا اذا كان يجيو قد قد. دونك نعمل هكا، نحط جبن بالطريقه هذه، وفي الكعبه الاخرى زيدا هكا. وانا نحبهم يكونوا هكيه محلولين، ما نحبهمش يكونوا مسكرين. دونك كيفاش باش نعمل؟ باش ناخذ كميه نتاع طن ونحطها بالطريقه هذه، سهله على الاخر ما فيها شيء، يعني تعبيوها تشخشخوها شويه كيما هكا ونزينها. نحط كعبه كبار على جنب، انتم والكعبه شنو تهز لكم. نحط الطماطم هكايا، شويه من المعدنوس، جست هكا عرشه صغيرونه باش تعطي ايفي مزيان. وبالنسبه للزيتون تنجموا تحطوها من داخل كيما زادت تنجموا تحطوها من برا كيما وصيتكم انتم والكعبه وقدش تهز لكم. وهذه الكعيبه الاولى، تنجموا تقدموها هكايا تحطوها في وسط حاجه كيما هكا فوالا، هيتو تجي ياسر مزيانه. نجيو توا باش نحضروا النوع الثاني اللي باش يكون بالدجاج. تنجموا تعملوا كخافيت، تنجموا تعملوا سمون، تنجموا تعملوا الحاجه اللي تحبوها انتوما. دونك لهنا اخذت زدر نتاع الدجاج ديجا طايب، هذا روتي، سينو تنجموا راه تقليوه، ولا اذا كان عندكم سكالوب كيما تحبوا انتوما. باش ناخذ نفس الجبن هذاك اللي استعملته قبيله، شويه طماطم قصيتهم بالطريقه هذوما صغار على الاخر، طماطم حمراء، شويه من المعدنوس اللي قاعد لي زاد هذاك، شويه من جبن شيدر قصيته دي كوب. باش نستعمل زاد الهريسه، وجبت الكعيبات هذوما اللي خليناهم ابيض. دونك شنو باش نعمل؟ باش ناخذ شويه من الدجاج نحطو هكايا مع الجبن، وباش نحط معاهم شويه من الهريسه هكا، وباش نعمل خليط الكل مع بعضه هكايا. هذيا يا سيدي باش تكون محرحره شويه. ونبداو توا نحضروا في الكعبات، هاكا نقيسوا كعبه هكا فوق كعبه، نحط الخليط هذيا نتاع الدجاج والفخوماج والهريسة هكا، وفي الطرف الاخر زيدا ما نخليهاش فارغه، نحبها ديما تكون مشخشخه. نحط شويه من الدجاج، نحطها هكا من الفوق، نحط الطمطومه هكا، نحط الجبن، ونحط شويه من المعدنوس هكا هي، ونسكر عليها. ريتو جينا ما شاء الله الكلها الوان محليها على الاخر. اون بلوس الجبن يتمشى برشا مع البولي ومع الطماطم والفازات هذوما الكل، تجيكم حاجه بنينه بنينه على الاخر. وهذه الجوزه نتاعنا بعد ما حضرت كيما تراو ما شاء الله، لكن الوان هكا حاجه تحسوها ياسر بريزونتابل ومزيانه، وتنجموا تزيدوا توسعوا بالكم اكثر واكثر وتعملوهم حتى ازين من هكا واشب من هكا، وتعملوا الحشو اللي تحبوه. حبيت نوريكم كعبه هكا ريتو مشبهه، وهذوما الكعبات الاخرين اللي عملناهم محرحرين بالهريسه، خاصه اذا كنت تحبوا الهريسه اكيد. دونك هذه هكا تكون محرحره حبيجه تعمل 66 كيف. وهذوما اللي اصفر بالكركم عملنيهم بالطن، فوحين وبنين يهبلوا، وتنجموا تقدموهم زيدا بالطريقه هذية، حاسيلو يجيكم بلا ياسر مزيان متنوع والوان يشرهو. قولوا لي في كومنتير شنو رايكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. باي باي.